بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معايا متتبعي الكرام مرحبا بكل الناس اللي كينضموا للقناة وكيخليوا لي تعليق جميلة ومشجعة اليوم كيف ما كتشوفوا جبت لكم آيس كريم أو غلاس كيجي راقي وجميل ومكوناته كيف ما موعدكم دائما مكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل بيت خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير كيف ما كتشوفوا معايا هنايا انا غادي نعطيكم لاباز ديال الايس كريم يعني لاباز وممكن النكهات تضيفوا اي نكهه بغيتوا يعني تضيفوا شوكولا تضيفوا ديال الفواكه المجمدة الفريز البنان اي نوع عندكم مي انا اللي غنعطيكم دابا لا وانا غادي ندير النكهه ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا معايا عندي خمسه ديال الاصفر البيض آه يستحسن يكون بيض بلدي انا هنايا عندي آه خمسه ديال البيض البلدي عندي آه 350 مليلتر ديال الحليب يكون كامل الدسم وفي هاد الوصفة هي نورمالمون تنديرو الحليب يكون سخون فأنا هنا خليت الحليب بارد غادي نحتاج كذلك واحد تمانين حتى مية غرام ديال السكر حبيبات تيبقى السكر على حسب الرغبة مية وعشرين غرام ديال الكخيم و وميتين غرام ديال آه الشوكولا السوداء اللي فيها النوازات أنا مهرساها قطع صغيرة باش يدوب ليا وبطبيعة الحال آه الفاني اللي غادي نغيرو به النكهه ديال البيض فالمقادير الاوليه كيف ما كتشوفوا هذه هي الوصفه الاساسيه اما النكهه اللي غندير انا كيف ما قلت لكم انا غادي ندير النكهه ديال الشوكولا ممكن نتوما ديروا اي حاجه بغيتو صافي غادي ناخذ داك البيض وغادي نضيف عليه سكر حبيبات وكنبدا نخدمهم مع بعضياتهم حتى كينسجموا كي ممكن انكم تخدموهم بالميكسور او تخدموهم بالخلاط الكهربائي فانا هنا غادي نخدم غير يدي غادي ندمجهم مع بعضياتهم حتى كيدوب كي داك السكر مع البيض من بعد غادي نضيف الكريم فريش وغادي نضيف الفاني نضيف الفاني تقريبا واحد المعلقه هي اللي كتكاسي لنا كتهرس ديك الزفوريه او الرائحه ديال البيض هو داك الفاني ممكن ترو الفاني الاكستري ديال الفاني الفغي يعني ما غير غير ليكيد تيكون بنكهه هذا الفاني او ديرو داك الساشيات ديال السكر الفاني بعد ما خلطتهم مزيان غادي نجيب لا كريم فريش لا كريم ممكن تستعملوا هاد لا كريم هادي ممكن تستعملوا لا كريم فريش يعني اللي تتكون سائله بصراحه انا هادي كتعجبني على الاخرى يعني لكم حريه الاختيار شنو تستعملوا فيها هادي كتكون غش على على الثانيه كتكون غنيه بزاف بالدهنيات ديالها وكتجي وكيجي عقد كثر، فانا كنت نخلط هذيك لا كريم فريش ومن بعد غادي ناخذ الحليب وغادي نبدا كنضيف غير بشويه يعني ما نضيفوش كامل في مره واحده انا كنخلط وانا كنضيف هداك الحليب حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله غادي ديروا ملي آه ملي تطربوه مزيان غادي تجيبوا واحد آه الاناء اللي يكون يستحمل السخونيه آه وتوضعو فيه الخليط وغادي نوضعوه فوق الماء الساخن كيف ما غتلاحظوا انا هنايا وضعت كاسرول ودرت فيها الماء وغادي نخليها كتغلى يعني منين يبدا يغلي نحسب 20 دقيقه كنوضع فوق منها هاد الاناء هذا وكنبدا كنخلط يعني ما كنحبش من التحراك بصراحه انا هاد الاناء هذا ما تخليش في ديك لا كاسرول مزيان غيرته وجبت واحد اخر وحطيته فيها لاحظوا معايا هو دابا بدا كيعقد بحال داك يعني داك البيض بحال تيبدا يجمد مع هذا مي ما خصنيش يدير لي حبيبات خصني نحرك هذا هو الشكل ديالو من بعد ما فاتت عليه 20 دقيقه هو فوق الماء الغليان غادي نوضع فيه السكر عفوا غادي نوضع فيه الشوكولا اللي قطعتها قطع صغيره وكنبدا نحركها حتى كتذوب ديك الشوكولا في داك الخليط لانه تيكون سخون الا كنا غنضيفو مثلا الفريز او شي حاجه كلاصي فكنخليوها حتى كيبرد شويه عاد كنضيفوها ليه هنايا غادي نجيب البابي سيلفيريزي وغادي نوضعو على الوجه ديالو باش ما كيديرش لينا الوجه ومكديرش قشره و الا درتو عالي فكيولي فيه بحال قطرات الماء يعني من الافضل انكم ديروه يكون آ... البابي ملامس للوجه ديال الخليط غادي نديرو آ... نخليه يبرد تقريبا واحد ثلاثة ساعات وعاد نديرو في الكونجيلاتور يبات ليله كامله وهذا هو الشكل ديالو بعد ما بات ليله كامله في الكونجيلاتور قبل ما تبداو انكم تعمروا منو الكويسات ديالكم فعلى الاقل خليوه واحد خمسة دقائق باش كيطلق راسو شويه ما كيبقاش قاصح هكاك بزاف لأن ما يمكن لكمش تهزو منو تيكون بحال الحجره فمن الافضل خليوه واحد خمسة دقائق الا كان الجو حار الا كان الجو ما ما حارش بزاف خليوه مده تقريبا واحد عشرة دقائق عاد بداو تهزو منو كيجي كي ساهل في الهزان انا هنا ما عنديش آه سميتو الاله باش ناخذ الكويرات ديال ديال الكلاص تهرسات ليا بصراحه كانت عندي وتهرسات فغادي نستعمل غير ملعقه وجبت كؤوس اللي غادي نديرها ك للتقديم كؤوس للتقديم وبديت كنقطع طريفات ديال الكلاص لانه مازال قاصح بزاف صراحه كان عليا ننتظر شويه حتى يذوب صافي وكنبدا نقطع ونوضع في الكؤوس كيف ما كتشوفوا معايا ها هو بدا تيتطلق يعني كي كندوز المعلقه تيتعمر ليا في المعلقه فبصراحه هكا خصو يكون يعني فاش دوزو ديك لاباراي باش تشمعوه فكياخد الشكل ديالها صافي غادي نعمر الكؤوس ديالي وغادي نزينهم ب اوريو داك ميني اوريو صغار وغادي ندير عليهم الكريم كراميل ديال التزيين كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف ممكن ديروا عليهم اي نوع ديال التزيين بغيتوه نتوما بصراحه هكا كيجي آه بهذه الطريقه هذه كيجي رائع جدا كنتمنى الطبق ديال اليوم او الايس كريم ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده و عجبكم كما العاده الوصفه ما تنساوناش من اللايك ومن خالص الدعاء ديالكم دمتم في رعايه الله والى الملتقى في وصفه قادمه ان شاء الله